شكرا للزميل عزيز عبد العزيز البكر، شكرا للكباتن الاعزاء في الاستديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. ايها الاحبه في كل مكان، ارحب بحضراتكم في هذه الامسيه الكرويه حيث الوجه الليله في ملعب الامير فيصل بن فهد في الملز. الهلال يواجه الاتفاق في الجوله الرابعه من دوري روشن السعودي، وبالتاكيد مواجهه منتظره، وامام هذا الحضور الجماهيري الكبير من انصار الزعيم في هذه الامسيه. بالتاكيد نحن واياكم على موعد مع مباراه كبيره مفتوحه ممتعه جميله في الكثير من الاسماء المهمه، في العديد من النجوم، في الكثير من الرغبه في تحقيق الانتصار في مواصله المشوار. 7 نقاط لكل فريق بعد انتصارين في اول 3 جولات، وامنيه كبيره بمواصله حصد النقاط في هذه الامسيه في هذه المعركه الكرويه التي تجمع بين الفريقين. الهلال يخوض هذه المباراة في ملعبه بين جماهير بقيادة سالم الدوسري، وأيضا مع صفوف بدأت تكتمل تدريجيا في انتظار حضور الكبير نيمار إلى صفوف الفريق. طاقم تحكيم من البرازيل في هذه المباراة بقيادة رامون أباتي حاكم هذه المباراة من البرازيل، يساند برونو بيرس، فابريزيو فيلارينو، وحكم رابع خالد الأحمري، بينما في غرفة الفيديو خوسيه روشا ويساعد ياسر السلطان. قائمة الاتفاق في هذه المباراة: باولو فيكتور في حراسة المرمى أمامنا، سنوسي أوساوي، حمدان الشبراني، جاك هنري مع الخطيب في الدفاع، بيرات هندرسون، فيصل غامدي، هزازي في تينهو في وسط الميدان، روبن كويسون في الهجوم. في المقابل فإن جورجي سوس يلعب مباراة الليلة بالنجاحات الأسماء وأشياء أخرى. ميشائيل يحاول لكن نيفيز سعودي لروبن نيفيز، عرضية القائم الأول خطيرة لكن الدفاع على يمين الحارس باولو فيكتور، الكرة نحو القائم الثاني، محاولة الإبعاد بالدفاع، الاتفاق لا زالت عند مترو وتغطية ونيفيز، محاولة اتفاقية فيتينو، فيتينو تسديدة لكن الكرة صدمت بعد ذلك. هي خلف المدافعين خطيرة هذه لمالكوم داخل المنطقة، حاول يمر لكن التغطية أخرى بالقدم اليمنى، نيفيز العرضية حلوة بالراس يا ولد يا الله، جميلة جميلة، كم كانت حلوة اللقطة الأخيرة يا ساتر يا جماعة، نيفيز روبن يا جماعة روبن، عرضية حلوة بالراس ميتروفيتش، موعد فريق فضربة، العارضة تمنع الهدف والفرصة كانت قريبة، العرضية بالمليمتر جميلة من جانبي روبن، وبالتأكيد أن نيفيز من نوعية اللاعبين اللي يحتاج إلى الحرية أكثر لينثر إبداعاته في أرضية الملعب. ميتروفيتش بالارتقاء لأن كويكبي لم يأخذ الصفة الأساسية في تشكيلة عناصر الفريق الهلالي. مالكوم 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 إلى الليلة كبيرة للغاية بسبب المد الهجومي الهلالي الكبير على مرض بثلاثة محترفين أجانب يغيبون عن هذه المن، عرضية بالراس لكن عالية وبعيدة من ميتروفيتش، بعيدة من مترو، المهارة المعتادة من ميشيل، ميشيل مر، ميشيل مر، ميشيل تمريرة لكن التغطية الدفاعية في اللحظة الأخيرة، إبعاد الكرة، ميشيل تمريرة الرد، نيفيز عرضية نحو القائم الثاني خطيرة بالراس ولكن عالية واعتلت العارضة من غيره ميتروفيتش، ميتروفيتش في التغطية الدفاعية أمامه، ولكن رغم ذلك في هذه المباراة بنقطة ستكون نتيجة مقبولة. خطيرة إلى مالكوم تسديدة يا ولد، مالكوم مالكوم روعة روعة روعة، لسه أتكلم على تعادل سلبي لم يحدث، العمل كبير من ميتروفيتش في التحضير، الضربة والأروع، 1-0 للزعيم مالكوم، رابع أهدافه في الموسم مالكوم، هدف هلالي أول بعد 24 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة، الجلاد مالكوم، نعم المرعب مالكوم في الخط الهجومي، التمركز، التموقع، الذكاء في التحرك بدون كرة، النهايات والروعة، البدايات مذهلة، ماذا عن النهايات بعد ذلك يا مالكوم؟ الكرة جميلة من مترو والضربة هائلة بالقدم اليمنى، يعرف كل سنتيمتر في المرمى ويعرف المرمى جيدا وقادر على صناعة الفارق. سلاسم لم يكن متسللا مالكوم، لحظة تمرير الكرة من ميتروفيتش
تماما في هذه اللقطة أمامك، ثم الاستغلال أمثل من جانب النجم ليصنف كجناح أو لاعب خط وسط، سمه ما شئت، ليس مهاجم، ورغم ذلك كان هداف الدوري. متابعة جماهيرية كبيرة، لكن شايف بعض الأماكن لا زالت خالية في ملعب المنز، لأنه قبل انطلاقة المباراة، لكن لا يبدو أن جيسوس مرتاح، واضح جدا بالتأكيد أن جيسوس بقية تسديدة قوية وفرصة وكرة، تسلل على كويسون، يا لها من لقطة، يا لها من فرصة في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة لمصحة الاتفاق، لكن ياسين بونو أكثر من كرة، شوفها مرة أخرى، التسديدة من حمدان طير سعود بتمريرة حلوة، ومالكم تسديدة لكن الدفاع وكرة عالمية، ويحب الأهداف العالمية التورنيدو ومن غيره، روعة يا سالم، جميلة يا سالم، كورة ولا أجمل ولا أروع، قذيفة رائعة، سالم يا عيني سالم، سالم يا عيني سالم، أمام مانشيني والجماهير الهلالية، سالم الدوسري واصل التألق والإبداع والإمتاع، وكورة كانت في منتهى الروعة من مالكم أولى، سالم وين أهداف عالمية عالمية، كرات عالمية.